اليوم الدساتير كلها وليس فقط الدستور الكويتي لم تعد تأخذ بالفكرة التي كانت تقال يوم عن من الأيام بأن الديمقراطية هو حكم الأغلبية. الديمقراطية حكم الأغلبية وفق القواعد المحددة. نعم. بما معناه لا يعني هذا يحدد الدكتور مسألة أن يمكن البعض لما يقول أن الديمقراطية حكم الأغلبية ولكن ليس بهضم حقوق الأقلية. الديمقراطية اليوم أصبحنا نتردد في وصفها بأنها حكم الأغلبية، اليوم نتكلم عنها بأنها مجموعة من القيم، واحدة منها عنصر مهم منها فكرة الأغلبية، عنصر آخر المشروعية، وعنصر ثالث فكرة إعطاء الناخب القدرة على الاختيار. إذا أصبحنا أمام دكتاتورية الأغلبية الناخب سوف لن يجد بديل آخر. الفكرة أنك أنت اليوم أغلبية ممكن تصبح أقلية إذا في واقع أغلبيتك رفضت حرية الأقلية في طرح وجهة نظرها. نعم. إذن أنت سوف تصادر الديمقراطية، فكرة من يصل يغلق الطريق على من خلفه، وهذا يقود مباشرة إلى الدكتاتورية. نعم.